هو ايه قصة صاحبة الفستان الأزرق اللي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي؟ صدق ولا تصدق مع الصحفي أحمد الجدعي. فرح مصري وصاحبة رايحة تجامل صاحبتها وترقص في فرحها، اتاخدت الفيديوهات من الفرح وأصبحت موجودة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحدش عارف مين اللي سرب الفيديوهات دي من الفرح، وهل مصور الفيديو هو اللي سرب الفيديوهات كنوع من أنواع الدعاية ليه ولا لأ. هجوم شير استال البنت دي من الناس لأن رقصها كان غريب، وعلى الجانب الاخر ناس تانية خدت الفيديوهات وحطتها في اكونتات وجابوا ملايين المشاهدات، زي ما انتم شايفين في الصورة اللي ورايا دي، 154 الف لايك على فيديو من الفيديوهات دي. وسط حملات الهجوم على صاحبة الفستان الازرق، المحامية نهاد ابو الخمصان اعلنت تضامنها مع صاحبة الفستان الازرق واستعدادها لرفع دعاوى قضائية ضد اي حد شتمها، وحتى الان محدش يعرف هي مين وما عملتش اي تعليق، ولكن برضو البعض حاول انه يطلع ترند ويعمل اكونتات فيك باسمها ويتكلم ويقول انها كانت جايبه الفستان ب 300 جنيه وكان هدفها انها تلفت الانظار. البنت نفسها تصدرت ترند تويتر، والبعض قال انها كانت متزوجه واتطلقت على ترند تويتر. والافراح بقت حاجه صعبه لان بيتسرب منها فيديوهات كتيره جدا 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 بتبقى للعامه، وده شيء غريب.